صور ونتطرق إلى هذا اللقاء. اللقاء كان شيقا بين الفريقين وأداء طيب بالنسبة للفريقين فيصل وشعبان. والله نقول أنه ما عدا الأهداف يعني شهدنا كل شيء، يعني جمهور غفير، روح رياضية في الملعب. بالنسبة لمولودية وهران نقول باللي كان انسجام، شهدنا انسجام بالنسبة للاعبين خاصة في الدفاع ووسط الميدان. حتى تغييرات المدرب كانت في محلها، وين دخل يعني في الشوط الثاني زيدان وين يعني حتى يساند الدفاع، ودخل بوكساسا كلاعب يعني عنده خبره باش يعني يخلي الريتم المقابله كما ينبغي. هذا من جهه مولودية وهران. نقول انه حتى مولودية الجزائر كانت قادره تفوز يعني في الشوط الاول، خاصه على الجهه اليسرى وين كانت يعني كانت القوه الضاربه، كان مقداد اللي كانوا قادرين يعني يفتحوا باب التسجيل خاصه من الجهه اليسرى اللي كانت نوعا ما نقطه ضعف مولودية وهران. لكن هذه هي الكاس، الحظ مش هالمولودية وهران. المهم المقابله يعني في قمه، ومولودية الجزائر عندها مهمه هي انقاذ الاسم، وان شاء الله تكون يعني كاس افريقيا ان شاء الله كذلك. لولا التأهل الى دور المجموعات على الاقل ان شاء الله. شعبان ايضا اللي يلفت الانتباه الحارس فلاح اللي ادى مباراه كبيره جدا. الحارس فلاح اللي كان وقف امام المولوديه في سنه 2009 على ما اعتقد في السيده الكاس ورشح شباب بالوزداد بفن ضربات الجزاء، وهذه ثاني مره. هو حارس معروف عنده تقنيات كبار، كان معول على المقابلة هذه. ولكن نتكلم على مولودية الجزائر، هي ثالث مقابلة بضربات الجزاء. فازت في زوج مقابلات، ولكن مع مولودية وهران ما كانش عندها الحظ. نعرفوا مولودية وهران عنده دفاع قوي، ما كناش ننتظر هذا الموسم أن مولودية وهران مع شريف الوزاني يكون عنده دفاع قوي. نعرفوه اللي كان أحسن دفاع، دوك راه ثاني دفاع. عرف كيفاش يجي للعاصمه ويفوز، وما يخفاكش البطوله فاز على مولوديه الجزائر في ملعب 5 جويليه، كانت عنده دهنيا ان افونس على. وهنا فيها لقطه كان فيها شك حول ضربه جزاء او لا، على كل التقدير يعود لها الحكم في هذا اللقاء، لكن مع ذلك اللقاء كان في مستوى الفريقين وفي سمعه الفريقين. حتى والله عندما جرت المقابله يعني في بولوغينا، لو كانت يعني في بطوله نقول انه ربما بطوله كان يجب على الفريق انه يستقبل، لكن نظن انه حتى في رويبا مولودية وهران ادت مقابله يعني روح بالنسبه للاعبين، وكانت مقابله في القمه، حتى الجمهور شاهد مقابله جميله. لا ما لازمش تتكلم دوك، كاين واحد الوقت كانت كيلعب كاس الجزائر اللي لعبوا في ميدان اللي ماهوش تاع الفريق الزائر، او والان لو مولودية وهران هي اللي خرجت الاولى كان يسافر يلعب في وهران. ماهوش الميدان اللي يخليك تفوز. شفنا مولودية الجزائر عده انهزامات في 5 جويليه، ولكن ما يلزمش نلقى مبرر، يلزم نقول مولودية وهران عرفت كيفاش تحضر هذه المقابله وفازت وتستحق الفوز. طيب هل من الحكمه انه حارس المرمى ينفذ ويطبق ضربه جزاء؟ هي المدرب، هو هي ضربه جزاء ماهوش يعني الحارس او اي لاعب ينفذها، اللي هي تحضيرات في التدريب، وفيها قائمه اللي يعرف